وشوشة. بس هي جت بالصدفة البحتة. هي أنا ردي أنا بحب اللبس وبحب الألوان ومن صغري برسم يعني زي كل الناس. طبعا يعني من فترة كده كان الأزياء مش بالقوة زي دلوقتي. دلوقتي في مجال الدراسة وفي دلوقتي عندنا كذا مكان فيها معاهد وفيها كتير يعني مفتوح للأزياء. زمان ما كانش بالشكل ده وكانوا الأهل ما بيقتنعوش بالموضوع دوت. فكملت دراستي عادي، أنا خريجة علم نفس وأستاذ مساعد في علم نفس. وبعدين لقيتني إن أنا مش هو ده اللي أنا كنت عايزة أعمله. وأنا من النوع اللي هو أما يعني بحس إن أنا بعمل ماشية في طريق مش هو اللي أنا عايزاه، ممكن أعمل وقفة مع نفسي وأراجع نفسي فيه، وممكن تكون وقفة جريئة. فرجعت نفسي كده وحسيت ان انا طب انا محتاجة ابص على التالنت بتاعتي دي، هل هي اوكي او هي مش اوكي. وجربت نفسي في كام حاجة لقيت الموضوع ناجح. بصي هو اسلوب حياة، هو انا بعتبره اسلوب حياة حتى في مجال شغلي. يعني انا لو ما فهمتكيش انتي كشخص انا مش هقدر اريحك، مش هقدر اعمل لك الموديل اللي يناسب شخصيتك. انا مش بس بيناسب الموديل، لازم يناسب شكلك او تكوين الجسم او اللون او البشرة او كده، لا هو لازم يناسب شخصيتك، تبقي مرتاحة وانتي لابساه وساتسفايد. ولازم كمان يناسب حياتك اللي انتي رايحاها، يعني الظرف اللي انتي خارجة فيه، المناسبة اللي انتي رايحاها. ممكن مثلا عندك حفلة بروم غير عندك فرح، غير عندك خطوبة، العروسة اختك غير العروسة صاحبتك غير العروسة جارتك. انتي درجة قربك واحساسك ناحيتك انتي للشيء ده هو اللي بيخليني اقدر اعمل الموديل اللي يجي حلو ويبقى عاجب الشخص.